ودلوقتي مشاهدينا جمعنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة، ومنها أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هيعلن عن نتائج الحملة الإعلامية اللي أطلقها بعنوان المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش، أنت أقوى من المخدرات. والنهاردة هيستضيف المركز الأولمبي في المعادي مباراة ودية للمنتخب الوطني لكرة اليد قدام منتخب قطر. وبالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة في 4 مباريات في إطار الجولة الثامنة من المسابقة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيعلن عن نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية اللي أطلقها الصندوق بعنوان المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش، أنت أقوى من المخدرات، واللي بتستهدف توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من نجمنا الدولي محمد صلاح. النهاردة هيستضيف المركز الأولمبي بالمعادي مباراتين وديتين للمنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب قطر خلال معسكره الحالي في المركز الأولمبي. هتقام المباراة الأولى النهاردة الساعة 6 مساءً والتانية يوم الخميس الساعة 4 العصر. ودخل المنتخب الوطني لكرة اليد معسكر بالمركز الأولمبي من السبت اللي فات بعد ختام معسكر المنتخب بالغردقة دون تواجد اللاعبين الدوليين في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقبلة والمقرر لها يناير المقبل في السويد وبولندا. بالنسبة لماتشات الدوري المصري النهاردة، في 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة. هيلتقي أنفي مع الإسماعيلي الساعة 3:15، وهيلتقي الأهلي مع فاركو الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيلتقي طلائع الجيش مع البنك الأهلي، والساعة 7 هتكون مباراة الزمالك مع حرس الحدود.